اعتمرت وحلقت ولا يوجد الآن في رأسي شعر وأريد أن أعمل عمرة ثانية، فماذا أفعل؟ هو لا ينبغي تكرار العمرة في وقت متقارب، هذا ما هو مرغوب ولا مستحب. يكون بين العمرتين وقت زمني بحيث ينبت شعر الرأس، يكون هناك وقت بين العمرتين. أما أنه يكرر العمرة في يوم واحد ولا يبقى في رأسه شعر للتقصير أو الحلق، فهذا غير مرغب فيه شرعا. ولكن إذا فعله فإنه يمر الموس على رأسه، ولو كان محلوقا من قبل يمر الموس عملا بالسنة وأداء للنسك، فيمر الموس لأن هذا منتهى استطاعته. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم.